علي شمخاني قائد سياسي بارز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي. ولد شمخاني عام 1955 في الأهواز جنوب إيران، وهو من قبيلة بني ربيع العربية. حاز على شهادة في الهندسة وماجستير في الشؤون العسكرية والإدارة. تقلد شمخاني خلال مسيرته عدة مناصب، أهمها قائد الحرس الثوري وأدميرال في القوات البحرية ووزير الدفاع وعضوا في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي. كان شمخاني أول وزير إيراني يحصل على أعلى وسام دولة، وسام عبد العزيز من ملك المملكة العربية السعودية، لدوره البارز في تصميم وتنفيذ سياسة خفض التصعيد وتطوير العلاقات مع دول الخليج الفارسي. وساهم مؤخرا في توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في العاصمة الصينية بكين. أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات عام 2009 بتهمة شن هجمات صاروخية على قاعدة عين أسد في العراق، رغي انتقاما لدماء الشهيد سليماني.